الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. مجلس التعاون الخليجي يندد باتهامات القاهرة للدوحة بدعم الإرهاب ويصفها بالباطلة، واجتماع تشاوري في الخارجية المصرية للرد. معلومات عن إنزال بري مصري بالتعاون مع الجيش الليبي في درنة ضد معسكر لداعش. دبلوماسيون أوروبيون يرون أن الوقت قد حان لاستئناف العلاقات مع الحكومة السورية وإعادة السفراء إلى دمشق. عشية استئناف المفاوضات النووية مع إيران، البيت الأبيض يتهم إسرائيل بتشويه الموقف التفاوضي مع طهران. قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا يتفقون على إطلاق مسعى جديد لتطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار. يعقد اجتماع تشاوري في وزارة الخارجية المصرية للرد على بيان مجلس التعاون الخليجي. المجلس كان قد رفض الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى قطر بدعم الإرهاب. وصف الأمين العام للجامعة أو للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان الاتهامات المصرية بالباطلة، قال إنها تتجاهل جهود قطر مع دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف. رأى الزياني أن التصريحات المصرية لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه الدول العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها. وكانت قطر قد استدعت سفيرها في القاهرة للتشاور ردا على اتهام مصري لها بدعم الإرهاب وفق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية. هذا الاتهام المصري لقطر يأتي إثر تحفظها على فقرة في بيان لجامعة الدول العربية بشأن الغارات الجوية المصرية الأخيرة على مدينة درنة شرقية ليبيا. وفي الإطار نفسه استنكرت الخارجية القطرية تصريح المندوب المصري ورأت أنه يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وقتل المدنيين. الله أكبر. قطار المصالحة بين قطر ومصر حاد عن وجهته. اتفاق الرياض يبدو أنه دفن مع عرابه وراعيه السعودي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، فالأزمة بين الإمارة والجمهورية انفجرت من جديد. هذا التدهور يأتي بعد تحفظ الدوحة على بند في اجتماع المندوبين في الجامعة العربية يتيح للقاهرة توجيه ضربات عسكرية في ليبيا، فسارعت الأخيرة إلى اتهام الدولة الخليجية بدعم الإرهاب لترد الدوحة باستدعاء سفيرها محمد سيف بوعينين من مصر للتشاور. التراشق الكلامي بين المسؤولين القطريين والمصريين ترافق مع اشتعال الحملات الإعلامية بين الطرفين مجددا، وسائل أعلام قطرية كانت توقفت عن مهاجمة الحكم الجديد في مصر برئاسة السيسي قبل أسابيع عادت لمواصلة حملتها ضده. تزامن ذلك مع بث تسجيلات مسربة للرئيس السيسي وقادة في الجيش المصري تضمنت الكثير من السخرية من السعودية ودول الخليج. هذا الخلاف الدبلوماسي لا شك في أنه يلقي بظلاله على المصالحة الخليجية التي أنهت أزمة غير مسبوقة دفعت السعودية والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها من الدوحة العام الماضي بسبب دعمها جماعة الإخوان المسلمين. تدهور العلاقات بين الدولتين يعود إلى تاريخ عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان العام الماضي، حيث كانت الدوحة من أبرز الداعمين للجماعة التي أعلنتها مصر لاحقا منظمة إرهابية. إذن عادت العلاقة القطرية المصرية إلى مربعها الأول، لا بل إن المراقبين يرجحون تفاقم الأزمة في الأيام المقبلة، فصحيح أن الرياض نجحت قبل شهر في إخماد النار المستعرة، لكن جمر الخلاف بين الدوحة والقاهرة ظل قابعا تحت الرماد في انتظار من سيحركه أولا. لم يستبعد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إمكانية مشاركة بلاده في تحالف دولي ضد الإرهابيين في ليبيا، بما في ذلك تأمين حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتطرفين. تشوركين لفت إلى أن الضربة ضد داعش في ليبيا وجهتها مصر التي تربطها علاقات صداقة مع روسيا.
هذا وتستمر نقاشات مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يسمح بمساعدة الجيش الليبي عسكريا وبتصدي الدول المجاورة لليبيا لداعش ونظرائه وسط نقاشات وخلافات بين الدول الإقليمية. نزار عبود والتفاصيل. اصطدم الطلب المصري بتشكيل تحالف لضرب التنظيمات الإرهابية في ليبيا بالإرادات العربية والغربية المتضاربة، فالتدخل الدولي يحتاج إلى حكومة تمنحه شرعية، وليبيا مقسمة. لذا وضع برناردينو ليون تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية على رأس أولوياته، مبديا قدرا من التفاؤل. على نحو عاجل دعوت إلى عقد اجتماع ثان للحوار السياسي من أجل استكمال النقاشات التي انطلقت في جنيف بشأن تأليف حكومة وحدة وطنية وبشأن ترتيبات أمنية تمهد لوقف رسمي شامل للقتال. لكن وزير خارجية ليبيا طالب بتعزيز قدرات الجيش الليبي أولا، وأكد أن الدعم الإقليمي لا سيما من الجيش المصري سيستمر بطلب رسمي ليبي آخذا على المجتمع الدولي تقاعسه. إن ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي، إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الإمكانيات لتتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف. الجزائر وتونس وإيطاليا حذرت جميعها من المخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية وطالبت بتنسيق الخطوات لاحتواء الخطر، ورفضت مصر فكرة الانتظار لأن الإرهاب لن ينتظر. سواء كانت حكومة شرعية منتخبة تم تشكيل حكومتها وفقا لمجلس نواب منتخب، أو كانت حكومة وحدة وطنية تم التوصل إليها، سوف يكون على عاتقها مسؤولية القضاء على ظاهرة الإرهاب واقتلاع جذوره. الأردن طرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع حظر التسليح عن ليبيا وإلى مراقبة المعابر والسواحل لمنع إدخال السلاح إليها، وهي مهمة تبدو مستحيلة في دولة من مقاس ليبيا. إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بليبيا قد يستغرق عدة أيام من المناقشات. في هذه الأثناء تكون الأمم المتحدة استنفذت كل السبل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. نقلت وكالة أنسا وصحيفة لا ريبوبليكا الإيطاليتان عن مصادر مصرية وليبية أن فرقة خاصة مصرية نفذت إنزالا على مواقع في مدينة درنا الواقعة شرق ليبيا. هذه العملية أسفرت عن أسر 55 مسلحا، كما تحدثت مواقع ليبية عن قيام قوات مصرية بالتنسيق مع قوات تابعة للجيش الليبي باقتحام معسكر لتنظيم داعش في درنا، وقد نجحت خلالها في قتل عدد كبير من المسلحين وأسر آخرين من جنسيات عربية وأجنبية. أين تمت عملية الإنزال المصرية بالتنسيق مع الجيش الليبي في درنا، وما الذي استهدفته؟ التفاصيل مع سارة الحف. أهلا بكم. عملية إنزال نوعية ومعقدة، أو عملية خاصة، صفات نسبت إلى الإنزال الذي نفذته قوة مصرية خاصة واستهدفت معسكرا لتنظيم داعش في درنا شرق ليبيا. القوة المصرية 3 تسعات انتقلت من موقع مصري عسكري قرب الحدود مع ليبيا بطائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات الليبية، ونفذت الهجوم بمشاركة قوة ليبية خاصة أيضا. الهجوم المصري الليبي المفاجئ استهدف معسكر أبو كريم الوهداني التابع للتنظيم، واعتمد على المباغتة واستخدام القوة النارية الكبيرة، وأدى بحسب وكالة أنسا الإيطالية وصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى مقتل 155 مسلحا من داعش وأسر 55 آخرين من جنسيات عربية وأجنبية، نقلوا إلى القاهرة على متن طائرات حربية بحسب الصحيفة نفسها. اللافت أن الكشف عن هذا الإنزال تزامن مع وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحدود المصرية الليبية وترأسه اجتماعا كبيرا في منطقة السلوم ضم قادة عسكريين رفيعي المستوى من الجيشين المصري والليبي، في ظل معلومات عن قرار مصري ليبي بوضع خارطة طريق ميدانية لضرب مواقع تنظيم داعش على الأراضي الليبية، لا سيما في مدن درنا، أجدابيا، سرت ومصراتة.
وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا خالد أبو عرب. خالد، عمليات الإنزال هذه في درنة على المستوى السياسي المصري، هل من تأكيد أو نفي لها؟ نعم، بالفعل ترددت الأنباء حول هذه العملية من قبل القوات المصرية الخاصة في الأراضي الليبية، ولكن لم تعلن أي جهة رسمية مصرية حتى الآن سواء بالتأكيد أو بالنفي أي أخبار أو أنباء عن هذه العملية التي قامت بها القوات الخاصة المصرية في مدينة درنة الليبية. ولكن صحيفة لا ريبوبليك الإيطالية ذكرت في صفحتها أن قيام القوات الخاصة المصرية بتلك العملية التي استهدفت أهداف لداعش وتم قتل نحو 150 داعشيا أو شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وأسرت مجموعة منهم، ولكن لم تكن هناك أي أنباء مؤكدة حول ذلك. وتناولت الأخبار التي ذكرتها صحيفة لا ريبوبليك الإيطالية أن يعني مصادر مختلفة تقول القوات الخاصة المصرية نجحت بالفعل في هذه العملية البرية التي بدأتها في درنة، ولكن لم تكن هي أخبار مؤكدة حتى الآن. لم تكن هناك أي جهة رسمية مصرية تؤكد أو تنفي هذا الخبر حتى الآن، ولكن هي يعني هي عبارة عن أنباء تتردد سواء على الصحف على مستوى الصحف الدولية أو الصحف الأجنبية أو العربية. نعم. ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا تنشر مجموعة من الأخبار تتعلق بذلك، ولكن لم تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية هذا الخبر حتى الآن. طيب خالد، على مستوى آخر، المصريون العائدون من الأراضي الليبية أو ضعهم أيضا، هل لدى جهات يعني السلطات المصرية أي معلومات أو تقارير عن أعداد المصريين المتبقين داخل الأراضي الليبية؟ نعم، بحسب مدير أمن مدينة مطروح اللواء العناني يعني يقول أن أعداد المصريين حتى الآن وصلت إلى نحو 1770 مواطن مصري جاءوا عبر منفذ السلوم البري، جاءوا من الأراضي الليبية بعد توتر الأوضاع هناك. وأشار إلى أن الأعداد بدأت تتزايد منذ أن بدأ المصريين منذ بدء المصريين العودة إلى الأراضي المصرية. وبالنسبة للأوضاع وأحوال المصريين العائدين من الأراضي الليبية، فكانت هناك مخاوف كبيرة من قبل المصريين يعني في مواجهة البطالة في مصر بعد أن تركوا وظائفهم في الأراضي الليبية، ولكن هناك حالة من الارتياح النسبي بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية عن توفير 33 فرصة عمل للمواطنين الراغبين في العودة من الأراضي الليبية والعمل في الأراضي المصرية. وأيضا يعني مصر وضعت خطة أيضا لتسهيل عملية الاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الأراضي الليبية. وزارة الطيران المدني أعلنت عن استعدادها لنقل أو عمل جسر جوي عبر مطار جربة التونسي لنقل المصريين الذين سوف يأتون إلى رأس يعني المنطقة الحدودية ما بين مصر بين ليبيا وتونس، ويحاولون أن يصل إليهم بشكل مستمر. ولكن حتى الآن لم يصل لوزارة الطيران المدني أي معلومات عن وجود عمال مصريين أو راغبين في العودة إلى الأراضي المصرية. ولكن هناك محاولات من قبل الحكومة المصرية سواء الخارجية المصرية أو وزارة القوى العاملة أو الطيران المدني لتسهيل عملية العودة للراغبين من المصريين الذين يتعثرون حتى في محاولة إلى مصر. طيب خالد، سؤال أخير وباختصار، يعقد الآن اجتماع في وزارة الخارجية المصرية، هو اجتماع تشاوري للرد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن وصف اتهامات المصرية لقطر بالباطلة من قبل المجلس، هل لديك أي معلومات عن هذا الاجتماع؟ نعم، بالفعل هناك اجتماع يعني حتى الآن لم ينتهي بعد، وحيال يعني الإدارة القطرية كانت يعني تستنكر اتهامات مصر تجاه تستنكر الاتهامات التي جاءت من قبل مصر بدعم قطر إلى الإرهاب بعدما شهدت بعض التوترات في الأوقات الماضية. ولكن حتى الآن هناك اجتماع بالفعل في الخارجية المصرية، ولكن لم ينتهي بعد. نعم. حتى الآن، وإذا جاءتنا أي أنباء سنفيكم بها. شكرا لك خالد أبو عرب، بكل أحوال سنكون معك فور ورود أي معطيات جديدة. مراسلنا من القاهرة.
أفاد مراسلنا بانسحاب الجيش السوري من رتيام ريف حلب الشمالي وبإعلان المسلحين أسرى 30 عنصرا من الجيش واللجان الشعبية بعد نفاذ ذخيرتهم. الجيش السوري كان قد اعتقل أكثر من 45 مسلحا مع استمرار المعارك في ريف حلب الشمالي. مصادر المسلحين أشارت إلى استعدادهم للتفاوض من أجل إطلاق سراح أسراهم مقابل أسرى الجيش السوري. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا رضا الباشا. رضا، آخر التطورات الميدانية لا سيما في حردة نين ورتيان، تفضل. نعم، بنا فعلا الجيش السوري انسحب من آخر نقطة كان يسيطر عليها في رتيان نتيجة الهجوم العنيف الذي حشدت له الجماعات المسلحة في هذه البلدة. توفد آلاف المسلحون إلى بلدة رتيان من أجل مساندة المسلحين الموجودين فيها. فعلا تمكنوا من دفع الجيش السوري عن القرية، عن البلدة التي سيطر عليها منذ يومين، وخرج الجيش السوري منها صباح هذا اليوم. تمكنت الجماعات المسلحة من أسر عدد من جنود الجيش السوري، وقد طالب المسلحون بأن يتم الإفراج عن أسر لهم موجودين لدى الجيش السوري من أجل الإفراج عن المعتقلين من الجيش السوري. وأما في بلدة حردة نين فهناك أخبار تحاول الجماعات المسلحة أن تثير أخبار بأنها أعادت السيطرة على حردة نين. فعلا دينا حردة نين ما يزال الجيش السوري يسيطر عليها بالكامل. كان هناك صعوبة في إيصال الذخيرة إضافة إلى الطعام للعساكر والجيش السوري الموجود في بلدة حردة نين، ولكن الجيش السوري تمكن خلال الساعات الأخيرة من إيصال كميات كبيرة من الذخيرة إلى داخل بلدة حردة نين. عندما تواصلنا مع عناصر الجيش السوري المتواجدين داخل بلدة حردة نين أكدوا بأنهم يسيطرون على كافة أجزاء البلدة وأنهم يصدون الهجمات التي يتعرضون لها أحيانا من طرف بلدة رتيان، وإلى الآن يقولون بأننا مسيطرون على هذه المنطقة ولا يمكن أن ننسحب منها. أما فيما يتعلق في بلدة باشكوي فهذه البلدة تعتبر الآن تحت حكم سيطرة الجيش السوري بشكل كامل. تمكن من تثبيت فيها سيطرة على كافة أجزاء بلدة باشكوي بما فيها المحيط والأراضي الزراعية المحيطة في بلدة باشكوي. بالنسبة لآخر التطورات أيضا، لربما نشهد في الساعات القادمة تحرك أكثر للجان الشعبية في بلدة نبل والزهراء التي دمرت البارحة. تمكنت من خلال نصب كمين من قتل أكثر من 50 مسلح بالقرب من بلدة بيانون، واليوم تمكنت اللجان الشعبية في بلدة الزهراء من استهداف عربك بي ام بي التابعة للجماعات المسلحة كانت تتحرك على الطريقة الدولية بالقرب من بلدة حيان وقتلت ما فيها ودمرت العربة إضافة إلى تدمير عربة كانت تنقل الجنود. طيب برضا، إعادة السيطرة من قبل المسلحين على بلدة رتيان، هل من شأنه ربما أن يؤثر على تقدم الجيش السوري باتجاه فك الحصار عن نبل والزهراء؟ فعلا دينا القرار بفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء اتخذ، لا يمكن التراجع عن هذا القرار. هناك معلومات تؤكد بأن تركيا تريد الدخول إلى بلدة نبل والزهراء بأي ثمن كان، لذلك لا يمكن التراجع عن هذا القرار. لن يسمح بسقوط نبل والزهراء ولن يسمح باستمرار نبل وحصار نبل والزهراء أكثر من ذلك. هذا ما قاله لنا بعض المسؤولون وهذا ما وردنا أيضا من معلومات. أما بلدة رتيان فكانت بلدة رتيان هي النقطة الأقرب فعلا إلى بلدتي نبل والزهراء، ولكن سقوط رتيان وإعادة سيطرة المسلحين على رتيان من جديد لن يؤثر على مجرى العمليات، خاصة إذا ما نظرنا إلى المساحات الواسعة التي سيطر عليها الجيش السوري في عملياته الأخيرة في فترة قصيرة جدا. يمكن القول بأنه سيطر على هذه المساحات في أقل من 6 ساعات. باشكوي، حرت اثنين، مزارع الدوير، إضافة إلى التقرب باتجاه معرس الخان وهو يقف حاليا على مشارف رتيان. لربما نشهد في الساعات القادمة تقدم أيضا للجيش السوري باتجاه بلدة رتيان، خاصة وأن استحضار قوات جديدة باتجاه بلدة رتيان قد اكتمل، ويمكن للجيش السوري أن يفتح الجبهة من جديد في الساعات القادمة. إذا رضا الباشا، سنكون معك فور ورود أي جديد. شكرا لك مراسلنا من حلب. هذا وتواصلت المواجهات في مدينة حلب، حيث فجر الجيش السوري نفقا بطول 400 متر كان يستخدمه المسلحون ويمتد من مباني الراشدين إلى البحوث العلمية غرب مدينة حلب. هاي الأبوات هلأ جاهزة للتفجير؟ هي جاهزة للتفجير، تفجير النفق.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه جرى اختيار 1200 مقاتل من المعارضة السورية لمشاركة محتملة في برنامج للتدريب والتسليح بقيادة الجيش الأمريكي. الوزارة أوضحت أن المقاتلين سيخضعون لعملية تدقيق قبل الانضمام إلى البرنامج، والذي من المتوقع أن يبدأ في مارس آذار المقبل في مواقع متعددة خارج سوريا. كما كشف مسؤول أمريكي أنه قد يجري تدريب 3000 مقاتل مع نهاية عام 2015. أما على الصعيد السياسي، فقد نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الوقت قد حان لاستئناف العلاقات مع الحكومة السورية وإعادة السفراء إلى دمشق. السويد والدنمارك ورومانيا وبلغاريا وأستراليا وإسبانيا هي من الدول التي أعلنت هذا الموقف أو دعمته، إضافة إلى دولتين ليست عضوين في الاتحاد الأوروبي وهما النرويج وسويسرا. وينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي دكتور أسامة دنورة. دكتور أسامة، نسأل بداية، هل من قنوات التواصل ربما هل وصلت إلى دمشق أي رسائل لإعادة الانفتاح عليها من قبل هذه الدول تحديدا؟ بكل تأكيد أن الرسائل تتتالى منذ مدة ليست بالقصيرة، يعني كان هناك حضور المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الجمهوري في العام السابق في المؤتمر الذي عقد في النرويج، وما ترتب عليه من لقاء مباشر بين بعض المسؤولين العالي المستوى في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مع أيضا مستوى عالي دبلوماسيا وسياسيا في سوريا. فإذا هناك رسائل متتالية. طبعا يعني معرفة حقيقة ودقة طبيعة هذه الرسائل ليس متوفرا لدى يعني إلا أصحاب القرار وصناع القرار، ولكن من المؤكد أن تطور المشهد الإقليمي بشكل عام، تطور المشهد الدولي بشكل عام، يعني يجعل من التواصل مع القيادة السورية وكما أشارت المعطيات التي وردت في تقريركم أصبح ضرورة لا بد منها ولا غنى عنها، لأن يعني منح المجال الزمني أكثر من ذلك لكل من بعض الدول الإقليمية التي ما تزال تراهن على ضعضعة الأمور في الداخل السوري، ومنح المدى الزمني أكثر من ذلك للقوى الإرهابية للانتشار في المحيطين العربي والإقليمي، بدا يهدد بتحويل المشكلة إلى يعني موضوع أمن دولي وليس موضوع أمن إقليمي. وبالتالي يعني إعادة تطبيع العلاقات بين الدول الأوروبية وبين دمشق قد أصبح ضرورة لسحب السياسات السابقة التي ما تزال حتى الآن تمنح المجال والمدى الزمني والسياسي لتطور الإرهاب وانتشاره على الصعيد الدولي والإقليمي. طيب دكتور أسامة، يعني نفهم من هذا الكلام أن المجتمع الغربي أو ربما جزء من الغرب وصل إلى قناعة بأنه لا حل أو لتأمين تلك المنطقة ولرد خطر داعش ليس فقط على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، إنما أيضا على المنطقة الأوروبية، حيث يعني شهدت أكثر من عمليات إرهابية في الآونة الأخيرة. ليس هناك سبيل إلا بالتفاوض مع الحكومة السورية وبالتعاون مع الحكومة السورية؟ بكل تأكيد أن دوائر صنع القرار السياسي والطبقة السياسية في الغرب بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص قد وصلت إلى ما يشبه هذه القناعة، أو لعلها تبلورت بشكل واضح لديها، ولكنها بانتظار طريقة ناجحة ومقنعة لإخراجها إلى حيز العلن ولتحويلها من قناعات سياسية إلى نسق فكري وتاليا إلى سياسات معتمدة على الأرض. يعني وجدنا مثلا أن العديد من مراكز الأبحاث، وكان آخرها ما تحدث به بريجينسكي، ونحن نعلم ماذا تمثل يعني حديث بريجينسكي من مرجعية في الأوساط البحثية والسياسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، كان حديثه واضحا عن ضرورة التواصل مع القيادة السورية وعن حقيقة ما تمثله هذه القيادة في سوريا وعلى إطار يعني في إطار التمثيل الشعبي للشعب السوري. وبالتالي فقناعة الغرب التي يعني تقوم على أساس أنه لا يوجد أي قوة يعتد بها لملء الفراغ الذي قد يمكن أن ينجم عن تغيير أساسي في بنية الدولة السورية، ستدفعها حكما إلى يعني الاقتناع بضرورة التواصل مع الحكومة السورية إن عاجلا أو آجلا. طيب. هناك مسار آخر يتعلق بالتسوية يعني التي تسير على ما يبدو على قدم وساق وفي الاتجاه الصحيح بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام مع إيران. نعم. وهذه أيضا تمثل دافعا ورافعة للتسوية فيما يتعلق بالأزمة السورية. طيب تحديدا في الداخل السوري، هل نستطيع أن نفهم بأن كلام ديمستورا الأخير حول أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بدون تفاوض مع الحكومة السورية ومن تفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد، إحدى هذه القنوات ربما وإحدى الطرق أو السبل لإبداء هذا الرأي حول أنه لا حل من دون سوريا؟
بكل تأكيد يعني تصريحات ديمستورا يعني هي عمليا ترجمة لمناخ دولي بشكل عام وليست تخرج من تقديره الذاتي بالدرجة الأولى. طبعا هناك أجواء تحيط بمبادرة ديمستورا لحد الآن هي غير متبلورة من ناحية دعمها في الإطار الغربي، وإن كانت يعني الصمت الغربي والتشجيع الضمني هو يدل على تغير في إحداثيات المواقف الأوروبية والأمريكية، ولكن يعني ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والغرب بشكل عام أن تبدأ بربط عملية تطبيع العلاقات مع دمشق بمبادرات وليس بكامل العملية السياسية، لأن كامل العملية السياسية قد تستغرق زمنا طويلا وقد يدخل على خطها العديد من اللاعبين الإقليميين الذين ليس لهم مصلحة مباشرة بالتسوية فيما يتعلق بالأزمة السورية. ولذلك يعني مثلت مبادرة ديمستورا فرصة الحقيقة لتحويل المواقف الأوروبية والغربية وربطها بموافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في حلب، وكان يعني ينبغي أو المنتظر من الغرب أن يربط بعض التطبيع بالموافقة السورية على مبادرة ديمستورا. ولكن بشكل عام ما أعتقده أن هذا المسار يسير على قدم وساق، يسير في الاتجاه الصحيح وفي سكة واضحة، ولكنه سيحتاج بعض من الزمن لكي يخرج إلى حيز العلن. ولكن في المقابل هذا الزمن يؤدي إلى يعني تفاقم ظاهرة الإرهاب وكونها عابرة إلى للحدود على أكثر من إطار. يعني نحن الآن أمام وضع يهدد بانتقال المواجهة المحدودة الإطار أو الإقليمية في سوريا إلى مواجهة عالمية وقد تحمل ملامح حرب دينية. يعني وجدنا الجرائم التي وقعت ضد الأقباط في ليبيا، ووجدنا استهداف بعض الرموز يعني الفكرية والدينية أحيانا على الساحة الأوروبية. ولذلك وفي المقابل كان هناك عمليات واضحة تحمل بصمة أو يعني توجه الإسلاموفوبيا على الساحتين الأمريكية والأوروبية، وبالتالي فهناك إرهاصات وبدايات لتحول هذه الأزمة التي ما زالت قابلة للحصر إلى الآن إلى مشكلة دولية ومشكلة حرب دينية. لربما إذا تبلورت بهذا الإطار فلن تنجو الإنسانية من عقابيلها لعشرات السنوات، وبالتالي فيجب على يعني الطبقة السياسية الغربية أن تكون أكثر مبادرة وأكثر شجاعة في تقدمها نحو التطبيع مع الجانب السوري بغض النظر عن بعض المواقف الدول الإقليمية. يعني في هذا الإطار كان هناك اليوم الحقيقة موقف مقلق من قبل رئيس مجلس التعاون الخليجي الذي يعني صرح أو أعطى نوعا من الغطاء لقطر في مواجهة يعني الاستقرار الداخلي المصري، وإذا لم يكن هناك على التوازي أيضا سحب للسياسات الخليجية تجاه موضوع التسوية في سوريا يعني انحسار في دعمهم للجماعات الإرهابية، فأيضا سيكون ذلك عائقا في وجه حصر الإرهاب ومحاصرة الإرهاب. إذن دكتور أسامة الدنورة الكاتب والباحث السياسي حدثنا من دمشق، شكرا لك. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الإسلام بل مع من شوهوه. في كلمته أمام مؤتمر مكافحة العنف قال أوباما إن الإرهابيين الإسلاميين لا يتحدثون باسم مليار مسلم. أوباما شدد على أن واشنطن حشدت كل قواها في مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش اللذين يهددان العالم على حد تعبيره. القاعدة وISIL وgroups like it are desperate for legitimacy. تنظيم القاعدة وداعش والجماعات المماثلة لهما يحاولون تصوير أنفسهم على أنهم زعماء دينيون ومدافعون عن الإسلام. لهذا السبب يفترض تنظيم داعش ويعلن أنه الدولة الإسلامية وينشر فكرة أن الولايات المتحدة والغرب في حرب مع الإسلام. هذه هي الطريقة التي يجندون من خلالها الشباب. إنها كذبة ولا ينبغي أن نمنح هؤلاء الإرهابيين الشرعية الدينية التي يسعون إليها. إنهم ليسوا زعماء دينيين، إنهم إرهابيون. من جهة أخرى اتهم المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إسرائيل بتشويه الموقف الأمريكي في التفاوض النووي مع إيران. قال إرنست إن بعض ما قاله الإسرائيليون لم يكن دقيقا، وأشار إلى أن الرئاسة الأمريكية تعي الحاجة إلى عدم التفاوض علنا مع إيران بشأن اتفاق نووي. وأبدى إرنست قلقه من الانتقائية في التعامل مع المعلومات المسربة من المفاوضات. الولايات المتحدة لن تتمكن من التفاوض علنية، ولا سيما عندما نرى أن هناك محاولة مستمرة لالتقاط معلومات محددة وإخراجها من سياقها لتشويه الموقف التفاوضي للولايات المتحدة. لذلك هناك التزام عند المشاركة في هذا النوع من المفاوضات لضمان نجاحها وحسن نية فيها، وهذا يعني إعطاء المفاوضين هامشا ومساحة للتفاوض. أعلن مساعد وزير
الخارجية الإيرانية عباس أراقتشي أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستستأنف غدا في جنيف. أراقتشي قال أن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة مساعدة وزير الخارجية ويندي تشيرمان كبير مفاوضي الملف النووي. أوضح أن المحادثات بين مساعدي وزيري الخارجية الإيرانية والأمريكية ستستمر حتى السبت، على أن ينضم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأمريكي جون كيري إلى وفديهما لتتواصل المحادثات حتى يوم الاثنين. وينضم إلينا من طهران مراسلنا نور الدين دغير. نور الدين، نبدأ بتصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض. إيران كيف استقبلت هذه التصريحات؟ لحد الساعة لم يصدر هناك أي موقف رسمي بالنسبة لإيران حول التصريحات الأمريكية، لكن كما نعلم على أن إسرائيل غير مرتاحة بأي شكل من الأشكال للتوصل إلى أي اتفاق بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد كيفما كان هذا الاتفاق، باعتبار أن هذا الاتفاق سيدخل إيران على مرحلة جديدة ربما قد يهمش فيها دور إسرائيل في المنطقة. هنا لابد من الإشارة دينا إلى أن توقيع إيران لأي اتفاق ربما سيدخل إيران إلى مرحلة جديدة. وهنا نقف عند المقترح الذي تقدم به خافيير سولانا لما كان أمينا لمجلس، لما كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وجاء هنا إلى طهران مع مندوبي الدول الست، كان يحمل مقترحا وقعت عليه وقتها آنذاك وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، والذي أكد أنه في حال توصل إلى اتفاق ستكون إيران عضوا مهما ومشاركا في المسألة الأمنية بالمنطقة. هنا نتحدث كذلك عن آخر التسريبات والتي تتحدث عن وساطة عمانية على أن المفاوضات النووية، وبعد انتهاء المفاوضات النووية ربما إلى آخر هذا الصيف هناك مقترح عماني تقدم به يوسف بن علوي بالإضافة إلى مسؤول أمن إلى إيران وإلى الولايات المتحدة الأمريكية على أن يستمر التشاور فيما يخص أمن المنطقة وملفات المنطقة. وبالتالي هنا ندخل على مرحلة جديدة هي أن إيران ستصبح لاعبا أساسيا في المنطقة وفي جميع ملفات المنطقة. هناك الحديث على أن التوصل إلى اتفاق نووي إيراني سيعطي مكانة جديدة لحزب الله في لبنان وفي المنطقة، خاصة في العملية السياسية اللبنانية. وحتى هناك بعض القراءات تقول بأن حزب الله بعد توقيع الاتفاق سيكون له دور أساسي ودور حاسم في المنطقة. فبالتالي كل هذه المعطيات ربما تقلق إسرائيل، لهذا نرى أن الأمريكيين محتاطون في الإعلان عن أي نتيجة وانتظار التوصل إلى الاتفاق. هذا الاتفاق الذي ربما نحن على مشارفه رغم العديد من الصعوبات التي ربما يواجهها هذا الاتفاق. هنا نقف عند اللقاء إذا كان هناك مجال من الوقت أن نتحدث عن هذا اللقاء الذي سيكون يوم غد في جنيف بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني. نلاحظ هنا أن اللقاءات أغلب اللقاءات فيما يخص ملف المفاوضات النووية هي لقاءات ثنائية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، وتختتم بلقاء مع مجموعة الخمسة زائد واحد. هناك نقاط متعددة، الحديث الآن عن نقطتين أساسيتين، هو نقطة العقوبات وهناك نقطة مسألة التخصيب اليوراني والتي ربما على المستوى الفني تم تجاوز جميع نقاطها. على مستوى العقوبات هناك نوعان من العقوبات، وهنا نقف عند المثل الذي يقول بأن الشيطان يحضر في التفاصيل. ربما إيران قد يتم التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجال زمني الآن يتم التفاوض عليه بأن إيران تطلب أن هذا المجال الزمني أن ينزل إلى أقل من 10 سنوات بدل المطالب الأمريكية بأن يتجاوز 15 سنة. ربما هناك توجه بأن ينزل إلى هذا المستوى، لكن الإشكال المطروح حاليا هناك حديث عن تحويل عدد من العقوبات المفروضة على إيران وخاصة العقوبات الدولية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعلم أن هناك 5 عقوبات دولية بدأت بالقرار رقم 1737 في عام 2006 وانتهت في عام 2010 بالقرار 1929. هذه العقوبات هناك حديث وهناك رغبة من الطرف الأمريكي والطرف الغربي بصفة عامة أن يحول هذا المجال إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هنا خطر تلحظه إيران في هذه المسألة. نعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من نقلت ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. نعم. كل قرارات الوكالة وكل تقارير الوكالة التي وصل عددها تجاوز عددها الآن 40 تقرير إلا تقرير واحد لم يصدر في ربيع 2005. كل هذه التقارير تشير في آخر بندها إلى موضوع أن هناك شكوكا للوكالة فيما يخص أن إيران تطور رؤوس نووية، وبالتالي هذه النقطة ربما ستثير إشكال. لذلك فإن الإيرانيين الآن هناك يتعاملان على نقطتان أساسيتان في التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات. أولها أن تكون
يجب أن يكون القرار والاتفاق واضح المعاني، لا يكون هناك إشكال في الألفاظ، بحيث يتم تحديد كل المصطلحات. إذا كان هناك رفع العقوبات سيتم رفعها بشكل كامل. هناك نقطة أساسية وأعتقد أن الإيرانيين يسعون إليها حاليا، وهي أن تكون هناك ضمانات دولية لإجراء مفاد الاتفاق النووي. نعلم على أن إيران لها تجربة في هذا المجال، هناك اتفاق سعد أباد واتفاق باريس، بحيث لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمفاد هذا الاتفاق. وكذلك هناك إعلان طهران في 2010 الموقع ما بين إيران وتركيا والبرازيل، وكانت هناك رغبة أمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق ولم يتم الالتزام به. بالتالي فهذه النقط، لو تسمحيني فقط في إيجاز بالنسبة للإشكال النووي، بالنسبة للإشكال الفني هو فيما يخص اليورانيوم. هناك الآن طريق حل، سيد صالح قال بأن الإشكالات الفنية تم رفعها، هناك محاولة الحفاظ على عدد المتوفر من أجهزة الطرد المركزي حاليا وهو 10,000، لكن سيتم تخفيض عمل هذه الأجهزة بحيث يصل إلى حوالي 6,000 سو، أي separative work unit، يعني نسبة التجزئة أو التخصيب. هناك حلان مطروحان على إيران للموافقة عليهما، أولا خفض حقن اليورانيوم أو غاز اليورانيوم إلى أجهزة الطرد المركزي، وهناك النقطة الثانية وهي أن يتم نوع من الفصل ما بين شلالات أجهزة الطرد المركزي، بحيث أنها لا تصل إلى مستوى 9,000 أو 10,000 وتبقى عند مستوى 6,000. نعم، إذا نور الدين دغير مراسلنا من طهران، شكرا لك. كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن السعودية تشتري صواريخ باليستية لمواجهة ما سمته التهديد الإيراني. الصحيفة ذكرت أن الرياض جمعت صواريخ باليستية أرض أرض وصواريخ كروز فيما تسعى إلى مواجهة البرنامج النووي الإيراني. مستشارون في الرياض ومصادر في الاستخبارات الغربية أكدوا أن السعودية تواصل دراسة منصات الصواريخ في السوق وأجرت محادثات مع الموردين المحتملين وفق الصحيفة. في فلسطين المحتلة، وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على مخطط يقضي بطرد فلسطينيين وبمصادرة مئات الدنومات من أجل إقامة مكب للنفايات عند المدخل الشرقي للقدس الشرقية المحتلة. هذه الموافقة ستؤدي إلى طرد مواطنين فلسطينيين بدو يعيشون في هذه الأراضي في بيوت من الصفيح. هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها مساحات كبيرة كهذه من الأراضي الفلسطينية منذ عام 91 عند إقامة مستوطنة بسكات زئيف. إلى تونس، حيث تعهد رئيس مجلس النواب الشعب بالتسريع في النظر في قانوني مكافحة الإرهاب وحماية الأمنيين، فيما حذر خبراء أمنيون من مغبة تحرك مكثف للخلايا النائمة في البلاد في الأيام المقبلة. يأتي ذلك بعد العملية الإرهابية التي أودت بحياة 4 أمنيين في محافظة القصرين. تقرير عماد شطارة. دواعش تكفيرية صناعة صهيونية، دواعش تكفيرية صناعة صهيونية، دواعش نبيك يا شهيد. 4 شهداء من الأمن سقطوا في عملية إرهابية في القصرين وسط غربي البلاد. حشود من التونسيين خرجت في شوارع العاصمة تندد بالإرهاب الغادر. وعي بدا لدى المحتجين لما يحاك من مخططات للبلاد والمنطقة، ووقوف إلى جانب قوات الأمن والجيش في الحرب ضد الإرهاب، حرب توعدت فيها الداخلية برد قريب وشديد. تؤكد الوزارة أنها معولة على عزم منتسبيها على حماية أمن بلادنا واستقرارها. وزارة الداخلية تؤكد أن لهذا اليوم غد قريب، وفيه سيكون الرد عنيف وسيكون هناك رد قاسي. العملية الإرهابية كانت متوقعة في إطار الرد على النجاحات الأمنية. 20 إرهابيا نفذوا الكمين بعدما أحكموا الطوق في منطقة العملية، معتمدين على عامل المباغتة لتنفيذ الجريمة. غير أن الأسئلة حول خطط الدولة واستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب تتجدد مع كل فاجعة. ما زالت تونس تعاني من نقص استراتيجي رغم كل الجهد المحمود من المؤسسة الأمنية والعسكرية، لكن ثم نقص استراتيجي وثم عدم اعتبار من هذه الدروس، وربما عدم فهم لجوانب استراتيجية يجهلها الذين كانوا قائمين على الدولة ويجب أن يتعلمها القائمون عليها اليوم وأن يحسنوا الاستماع. 4 سنوات وقوات الأمن والجيش في حرب مستمرة على الإرهاب، تلقت ضربات، حققت نجاحات، غير أن أداءها الميدانية والاستخباراتية بحسب المراقبين يحتاج إلى مراجعات وتطوير. وعي التونسيين لمخططات التكفيريين ومشروعهم للبلاد والمنطقة يزداد مع كل مشهد دام جديد، ويدفعهم إلى الالتفاف حول مفهوم مواجهة هذا الخطر. عماد شطارة، تونس، الميادين.
أهلا بكم. انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن نهاية العام الماضي بنسبة تفوق 12.5%، وقال البنك المركزي اليمني إن الاحتياطيات وصلت إلى 4.6 مليار دولار تقريبا، وهي تغطي 4 أشهر فقط من واردات البلاد. وأوضح المركزي أن سبب التراجع يعود إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية. ويواجه اليمن صعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها إثر استقالة الحكومة المركزية. إنتاج النفط السعودي يتزايد برغم تخمة المعروض في الأسواق العالمية، وفق ما كشفت شركة بيرا المتخصصة في استشارات الطاقة. قالت الشركة إن الإنتاج وصل إلى 10 ملايين برميل يوميا في ظل التزام المملكة باستراتيجية حماية حصتها من السوق بدلا من خفض الإنتاج لمحاولة زيادة الأسعار. ورأت الشركة في تقريرها البحثي الأسبوعي أن الطلب على الخام زاد أخيرا، ما دفع السعودية إلى زيادة إنتاجها. وقعت مؤسسة النفط الوطنية الصينية عقدا مع الحكومة العراقية لإنشاء مصفات ذي قار الكبيرة بعقد يمتد لمدة 20 عاما وبكلفة 3 مليارات دولار، وبامتيازات للجانب العراقي منها التدريب وإيفاد المهندسين العراقيين إلى الخارج. وينتظر أن تحقق الحقول النفطية في المحافظة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يوميا في العامين المقبلين، لتصبح بذلك واحدة من المحافظات ذات الثقل الاقتصادي الكبير. إلى مصر، حيث قطاع البناء والمقاولات يستوعب العمالة العائدة من ليبيا. هذا ما أشار إليه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء داكر عبد الإله، حيث اعتبر أن على قطاع المقاولات استيعاب نحو 800 ألف عامل وتوفير فرص العمل لهم. وأوضح عبد الإله أن بلاده الآن تقوم بمشروعات تنموية كبرى تستوعب قدرا كبيرا من العمالة من خلال العمل بالمشروع القومي للطرق ومشروع المليون وحدة سكنية وقناة السويس الجديدة. يبدأ وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس الخميس، يلتقي خلالها ممثلي الشركات الفرنسية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في مصر. وسيستعرض عبد النور الفرص المتاحة للاستثمار بالسوق المصرية إلى جانب عرض جهود الحكومة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المؤاتية لجذب المستثمرين الأجانب. يسعى المغرب إلى زيادة مساهمة قطاع الصيد البحري في إجمالي الناتج المحلي 3 أضعاف بحلول عام 2020 ليصبح هذا القطاع أساسيا في دعم الاقتصاد. ويساهم قطاع الصيد البحري حاليا بنحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. والمغرب ينتج نحو 1 مليون طن من الأسماك سنويا، يخصص القسم الأكبر منها للتصدير. لذلك يطمح المغرب إلى تمتين الشراكة مع الدول المستوردة. قدمت الحكومة اليونانية إلى دول منطقة اليورو طلب تمديد الاتفاق أو اتفاق القروض الأوروبية لمدة 6 أشهر بهدف تأمين التمويل لأثينا قبل وضع برنامج إصلاحات متكامل. وفي ردود الأفعال الأولية، رفضت ألمانيا طلب التمديد باعتبار أنه يهدف إلى الحصول على تمويل مؤقت من دون الوفاء بشروط برنامج المساعدات. ويأتي ذلك فيما وافق مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على تقديم قروض عاجلة للبنوك اليونانية تصل إلى 69 مليار يورو. اتفق قادة كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا على إطلاق مسعى جديد لتطبيق اتفاق مينسك. قادة الدول الأربعة استنكروا انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة. هبت الله بطار وتفاصيل. لا يجد اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار ترجمة له على الأرض، فخروقات عدة سجلت شرق أوكرانيا. في ديبالتسيفا أعلنت قوات جمهورية دانيتسك أن أكثر من 300 جندي أوكراني استسلموا وسلموا أسلحتهم الثقيلة لقوات الدفاع الشعبي، فيما يستمر عدد منهم بالقتال في المنطقة، نافية إعلان كييف عن انسحاب جميع الجنود الأوكرانيين.
قوات دانييتسك بدأت بدورها سحب الأسلحة الثقيلة والمدرعات في إطار تطبيق أحد بنود اتفاق مينسك. التطورات الميدانية دفعت مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا إلى عقد جلسة طارئة ترأسها الرئيس بيترو باراشينكا. قرر المجلس على إثرها تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال مهمة حفظ سلام إلى أوكرانيا تعمل بتفويض من مجلس الأمن، خطوة رفضتها دانييتسك ورأت موسكو فيها نسفا لاتفاقات مينسك، وفقا للسفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركن. الأخير لفت إلى أن طلب أوكرانيا يشكك في عزمها تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار. أهلا بكم. موعد إقامة مونديال قطر 2022 لا يزال في بوصة التداول. آخر التقارير تحسم إقامته بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر. استنادا إلى أكثر من مصدر، تقول مجلة سبورتس إلستريتد إن مجموعة العمل التي شكلها الفيفا سترفع اقتراحها في اجتماعها المقبل في الدوحة، ورفضت فكرة إقامة المونديال بين يناير وفبراير بسبب تضارب الموعد مع الأولمبياد الشتوي. كسر كريستيانو رونالدو صومه عن التهديف وقاد ريال مدريد إلى التقدم على شالكي في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. الدون البرتغالي غاب نحو شهر عن هز الشباك، لكنه وجد نفسه ضد الفريق الألماني، وسجل البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني للميرينغي الذي حقق الفوز بأقل مجهود، إذ لعب الملكي الأزرق بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين، ما اضطر المدرب ديماتيو إلى الاستعانة بالشبان. اللقاء لم يكن على القدر المطلوب من الإثارة. شالكي دافع منذ البداية وحاول عبر المرتدات، مستوى كان جيدا لكننا تحكمنا في المباراة، وأنا سعيد لأنه كان فوزا مهما، ولم يكن الأمر سهلا بعد الفترة الصعبة لنا في الليغا في الأونة الأخيرة. رونالدو عاد ولقد سجل ولعب جيدا وصنع هدفا، ومارسيلو فاجأني لأنه من غير المعتاد أن يسجل. واجهنا إحدى أفضل الفرق في العالم ولم نقدم الأداء المطلوب. فعالية ريال مدريد في الهجمات كانت سببا في فوزه اليوم، سجل هدفين من أصل ثلاث فرص. لقاء الإياب في سانتياغو برنابيو سيكون صعبا، لكن يجب أن نؤمن بحظوظنا وأن نحاول. القمة البرازيلية في دوري أبطال أمريكا الجنوبية ليبرتادوريس حسمها كورينثيانز على حساب مضيفي ساو باولو بهدفين من دون رد. إلياس البرازيلي افتتح تسجيل كورينثيانز بتسديدة من بعيد، وعزز زميله جاتسون النتيجة في الشوط الثاني. ساو باولو سيحاول التعويض عندما يستضيف دانوبيو من الأوروغواي في 25 من الشهر الحالي، بينما سينتظر كورينثيانز حتى 4 آذار مارس المقبل ليخوض مباراته أمام سان لورينزو الأرجنتيني حامل اللقب في بوينس آيرس. كل التقارير تقول إن الفرنسي إيرفي رونار سيكون المدرب المقبل للمنتخب المصري لكرة القدم. رونار الفائز أخيرا مع المنتخب الإيفواري بكأس الأمم الأفريقية أكد جاهزيته لتسلم المهمة. عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مجدي المتناوي نقل عن رونار أن بقائه في ساحل العاج يأتي بسبب بعض الأزمات المالية مع الاتحاد الإيفواري، وشدد المتناوي التأكيد أن بديل شوقي غريب في منتخب الفراعنة سيكون مدربا عالميا حتى لو فشلت المفاوضات مع رونار. الدفاع الجديد بات عقدة للرجاء البيضاوي بعدما كرر فوزه عليه بهدف من دون مقابل في المرحلة 19 من الدوري المغربي للمحترفين. فعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء منح زكريا حدراف الفوز لفرسان دكالة في الوقت القاتل، وشهدت نهاية المباراة سخطا جماهيريا على مدرب النسور البرتغالي جوزي روماو، وطلبوا الإدارة بإقالته. جراحة نيويورك نيكس تتفاقم بفقدان نجمه كارميلو أنتوني حتى نهاية الموسم الحالي. نيكس أعلن أن هدفه سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى ستبعده فترة تراوح بين 4 و6 أشهر عن ملاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أنتوني غاب سابقا عن متذيل مجموعة الأطلسي، ما أدى إلى خسارة نيكس 13 مباراة متتالية.
في أخبارنا الأخير، جواو سوزا يتألق على أرض بلاده ويتأهل إلى الدور الثالث من بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس. سوزا حسم المواجهة مع السلوفيني بلاز رولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 6-7 و6-4. ابن مدينة ساو باولو سيلعب في الدور المقبل مع أندرياس مورير الفائز على الإسباني تومي روبريدو. والآن إلى الماضي الحاضر.